انا ما فيناش شرح لي والكلام اللي ما بيخلصش عن موضوع التأمينات وعن العلاوات وعن الزيادات وعن الحقوق المهدرة لأصحاب المعاشات، واللي بنناشد في كل فيديو من فيديوهاتنا للمسؤولين عن هذه المشاكل بسرعة حلها، وكمان بمراعاة أصحاب المعاشات اللي كل ما نتكلم عن يعني الموضوع بتاعهم بنتمنى وبنرجو يعني بندعو السادة المسؤولين عن هذا الملف بسرعة الانتهاء من تسويته وحل المشكلات يعني القديمة اللي بقالها سنين موجودة، وبمراعاة هذه الفئة من الشعب، وهي فئة مش قليلة. احنا كنا بنقول كل مرة هم حوالي 11 مليون مواطن و11 مليون صاحب معاش. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعني يوفق الناس اللي هي قائمة على موضوع حل هذا او هذه الاشكاليه الكبيره، سواء كانت العلاوات الخمسه او سواء كانت حقوق اصحاب المعاشات. وكل مره بنقول يا جماعه يعني ما يرضيش ربنا، المعاشات متدنيه جدا جدا جدا، والمفروض ان هي يعني لو في عدل المعاشات ان هي تزيد زيادات اكتر من كده بكتير. ما فيش حاجه اسمها 10 او 15% في ظل هذه الاسعار المولعه نار، وفي ظل هذا يعني التضخم وامور كتيره جدا. نتمنى ان هي يعني ان هم ينظروا بعين الرأفة لاصحاب المعاشات، وزي ما قلنا يعني ما ينفعش حد زي ما كنا يعني على طول بنقول يكون طالع على المعاش سي مثلا كان بياخد اخر مرتب ليه 10 ولا اكتر ولا اقل، يلاقي نفسه بياخد 2000 ولا 3 من 10 15 ألف جنيه. برضو دي يعني نازله مش بسيطه يعني. فعشان ما نطولش على حضراتكم، بنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يهدي الجميع ويوفق الناس اللي قائمه على هذا الملف ان هم يعني يسرعوا وسرعه الانتهاء من كل هذه المشكلات وحلها باذن الله. النهارده اللواء جمال عوض رئيس تأمينات بيفجر مفاجأة جديدة بشأن الزيادات السنوية للمعاشات، وكمان بشأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمينات الاجتماعية، وبالصوت والصورة هنشوف هيقول ايه. تعالوا معانا نسمع اللواء جمال عوض رئيس تأمينات بيقول ايه. النظام القائم بتاع التأمينات ما كانش في حاجة اسمها زيادة سنوية، ودي المفاجأة اللي كتير من الناس ما يعرفوهاش. إن القانون نفسه بيقول إمتى أصرف زيادة لأصحاب المعاشات، ده كل 5 سنين أعمل دراسة، ولو عندي فوائد أموال أدي زيادة. القانون بيقول كده، القانون نفسه اللي بيقول كده. اللي بتاع سنة 75. ليه بيقول كده القانون؟ لأن سنة 75 ما كانش معروف كلمة تضخم وزيادة الأسعار ونظام، لما بدأ زي ما قلت لحضرتك من 64 كانت كلمة التضخم دي مش واردة في تصميم أي أنظمة. أما جم في الثمانينات وعملوا إصلاح اقتصادي وكلام زي كده، وبقى في قفزات في الأسعار، الدولة لقت نفسها ما هي لازم يعني هتسيب معاشاتها واقفة كده. طب اعملوا لهم زياده في المعاشات وانا هتحملها كخزانه عامه للدوله، مالكش دعوه انت النظام بتاعك ده، انا ماليش دعوه بيه، لكن انا اللي هتحمل الزياده دي. فتصرف زياده، الزياده دي مين اللي المفروض يدفعها؟ الخزانه العامه. كويس، تيجي الخزانه العامه تقول انت عندك سيوله اصرف وبعدين نتحاسب اصرف وبعدين نتحاسب، وهكذا وهكذا، تاهت الفلوس. صح، تضخمت المبالغ. حضرتك مستكتر ال 400 مليار؟ لا، انا بقول لك 400 مليار دول ولا حاجه اللي اتاخدوا في الاول. لكن وصلنا لكام؟ اللي اتحط من الخزانه العامه نتيجه زيادات المعاشات، عشان نظام المعاشات نفسه مفيش فيه زياده. نعم. ف
فكان التكليف الاول لفخامة الرئيس حطه حلول جذرية تقضي على التشابك المالي الحالي كويس والمستقبلي. نعم. مش عايزين المأساة دي تتكرر تاني. اقضوا عليها. فدخلنا بقى ده كان التكليف الاول. ايوه. التكليف الثاني للجنة دي كان شوفوا اجراءات حوكمة المعاشات وتطوير وتحديث المنظومة هي رقمية حاجة. وابدأوا اشتغلوا بقى شغل كل واحد يشوف شغل. فدولة رئيس الوزراء كان تكليف فخامة الرئيس كان في شهر 9/2018. في شهر 10/2018 دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اصدر قرار بتشكيل اللجنة فعلا برئاسة الدكتورة غادة والي وعضوية كان الدكتور محمد معيد، وتشرفت بانضمامي للجنة دي كممثل عن وزارة الدفاع. وكنت بشغل في هذا التوقيت مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وجبنا نظام التأمينات الاجتماعية ده فكناه على الأرض بمشاكله كلها بمصايبه اللي موجودة فيه وإزاي ننهض بالمنظومة دي. وللتاريخ قعدتوا قد إيه تشتغلوا؟ أما جبتوه على الأرض وفككتوه 8 شهور. وللتاريخ اتفضل. لولا وجود الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعته الدؤوبة لأعمال اللجنة ولحظة بلحظة وكل قرار نطلع بيه يتعرض على دولته ويقول كمله، لا دي صعبة قوي، لا دي شوفوا لها حل تاني ونرجع ونعيد الدراسة، ووجود الدكتورة غادة والي على رئاسة وزارة التضامن والدكتور محمد معيد ما شهد قانوننا، شهدنا نجاح في هذا الملف. هذا الملف مفتوح بقاله 20 سنة، ما حدش قادر كله خايف. كله خايف، ما حدش قادر يقرب. انت هنا لايه؟ هقول لسيادتك حالا، فخامة الرئيس مش بتاع الملف ده الكنو. المشكله من جذورها تتعالج، والتكليف كان طالع لنا بكده. انتهينا لايه؟ هناخد اموال التامينات. وفخامه الرئيس اعلن في 2019 بعد انتهاء اللجنه والعرض عليه بكل حلول منظومه التامين الاجتماعي في مصر. ناخد اموال التامينات. ناخد اموال التامينات ازاي بقى؟ على اقساط. من بنك الاستثمار. من الخزانة العام. خزانة العام. خلاص. وصلوا كم في الوقت ده المبلغ؟ اصل المبلغ اللي كان موجود على الخزانة اللي مثبت في دفاتر التأمينات في حدود 960 مليار جنيه. حوالي تريليون جنيه. ده الاصل. ده اصل المبالغ. الورق. ايوه. انت حضرتك قلت لي اصرف الالف جنيه دي وسجلها علي. فانا صرفتها وسجلتها علي. بعد شويه خليها في تريليون. خلاص تريليون جنيه. ده الاصل بتاع الاموال. المشكله مش في الاصل ده، لان الاصل ده يرجع في 3 سنين في 4 سنين. والالتزامات بقى ده الجزء الاضخم في الموضوع، ان في التزامات طبقا للنظام القائم بتاع التامينات اللي بيحمل الدوله او الخزانه العامه الفلوس. كانت الالتزامات السنوية وصلت ل115 مليار جنيه في السنة.